الخبر الاول اللي عدنا عن انس واصاله وعصابه بدر والمشكله اللي صار بيناتهم. طبعا راح اشرح لكم القصه من البدايه. بالبدايه هم كانوا اصدقاء وصوروا اكثر من مقطع ونزلوها على قنواتهم، ولكن بعدها شنو اللي صار؟ في المقاطع على قناه انس واصاله هي بقت مثل ما هي، ولكن بالنسبه لمقاطع عصابه بدر فكلها حذفوها لتجمعهم ويا انس واصاله، ولكن الى الان ما حد يعرف السبب. اما بعدها شنو اللي صار؟ فعصابه بدر لغوا اسم انس واصاله من التعليقات اللي عدهم. بعدها نزلت هذا المقطع اللي شفت به هذه الحقيقه، فصار هواي خلافات ما بين جمهور الطرفين، انه واحد يتهجم على الثاني، وهذا الى امبارحه لما قرر انس مروه انه يرد بالغاء الفولو من حساب بدر بالانستغرام، بالتاكيد صارت مشكله بيناتهم، هي مشكله قديمه ولكن حاليا شويه بدات تتجدد. فاكتبوا لنا يا حبايبي بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر ومن تشوفون الغلطان، هل هم عصابه بدر ام انس واصاله؟ الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجات اليوتيوبر، فاول يوتيوبر اللي عدنا هو غيث مروان، فغيث نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات يقول بها انه هو سوى مقلب بامه وانه راح يبدي بمونتاج من هسه عمود يخلصه وينزل لنا المقطع بسرعه. يقول المقلب كان كلش قوي صار بيسب على كل، راح احط لكم هذه الستوريات تشوفوها. هلا خلصت اصور فيديو مع امي، ومبدئيا شكله حاسوي كثير، لازم بلش ادت من اليوم عشان يخلص بكره، لان امي مبدئيا لازم اركز بكل كلمه قالتها. عيد عيد وعم بيمشي كانت ماما امي واختي. اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو نور مار، فنور نزل على سبب الانستغرام شويه ستوريات اللي كان كاتب بهذا الستوري انه فيديو يوم السبت راح يكون ناري، ونزل ستوري ثاني من داخل التصوير، راح اعطيكم هذا الستوري شوفوا. صورناكم فيديوهات كثير حلوه، فيديو يوم السبت راح يكون مفاجاه وصورناه برا طبعا، شيء رهيب، خليكم جاهزين يوم السبت لفيديو خرافي، وبنفس الوقت راح انزل لكم يوم السبت فيديو التيك توك، راح اكد لكم عنكم انه في نقلات وحركات، خليكم جاهزين. فاكتبوا لنا يا حبايبي بالكومنتات المقطع منه متحمسين اكثر من غيث مروان ونور مار. الخبر الثالث اللي عدنا عن رد متابعين موفلوجز على نارين بيوتي، وبعد ما جيش نارين بيوتي عبوا المقطع مال موفلوجز كله بالتعليقات بالانجليزي، متابعين موفلوجز ردوا الموضوع على اخر مقطع عن نارين، تهجموا عليها بالتعليقات بالانجليزي ومكتوب عليها هاشتاج مو اللي يريدون يجمدون المشاهدات على المقطع، فاكتبوا لنا يا حبايبي بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر وهل نارين تستحق هذا التهجم اللي تعرضت له او لا. الخبر الرابع اللي عدنا عن قمر مار وسفرها للعراق اليوم، يب مو يوم السبت، نور مار نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات كان يقول بها انه الليله راح تسافر بها قمر، فكان يودعوها واضح انه قمر كل كانت متذاقه، راح احط لكم هذه الستوريات تشوفوها بالليل. هلا عم ندعى دوم، يلا روح روح، امك عم تستناك دقت لي. قومي قومي، تقريعه 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 ربي. طبعا 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 على ثلاث تقريعات، طبعا طبعا طبعا. ايه صاحبي، وبس والله وصلنا لنهايه المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، تحطوا لايك تشتركوا بالقناه عشان تكون فايزين مقدمه القصص، وبس مع السلامه.